بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المستوى الرابع، أهلا وسهلا فيكم. نواصل الدرجز which belong to monoterpenoids, irregular monoterpenoids. بدأناها في الليكشر سميناه typical lecture، كان نموذجي كيفية دراسته، طبيعة الأسئلة اللي ممكن تيجي، وطبقنا عليه التعريف تماما من برانش اوف فارماكوجنوزي، وشوفنا ديل وذ كيميكال ايش معناها، ديل وذ بيولوجيكال ايش معناها، الترابط ما بينهما ايش معناه، وشفنا الثريد نيم اللي كان معنا ديفلس كلاو، وهو موجود بهذه الهيئة زي ما شفتوا صورته في السلايدات. ننتقل اليوم الى نموذجين مختلفين تماما، وكل يعني لو بدي اضيف عليهم الديفلس كلاب، بكون عندنا ثلاث نماذج من الإريدويد مونوتيربينويدز، بكل واحد بطريقة مختلفة او باتجاه مختلف. الحقيقة اليوم حنبدأ مع الفاليريانا، الفاليريانا اوفيسيناليس من الفاميلي فاليرياناسية فاميلي، التريد نيم فاليريان، وتحمل ايضا التراديشنال نيم كانجليش نيم وتريد نيم. اما الاسم العربي فهو حشيشة القطط، وتحديدا القط الذكري، لانه هو الذي يعني يرغب الرائحة المميزة لهذا النبات، وسميت بحشيشة القطط لان القط الذكري كما ذكرت تحديدا هو من يبحث عن هذا النبات، ودائما نجد حول هذا النبات نجدا لرائحته المميزة، علما بأن هذه الرائحة ليست رائحة مميزة من ناحية الإيجابية، تسمى كما تعلمون في الكوجنوزي كنا نحكي specific odor أو characteristic odor. هذا الكاركترستيك اودر يعني رائحة لا نجدها إلا بهذا الصنف، وتسمى رائحة الأولد كلوذس، يعني رائحة الملابس القديمة، التنة أو الرائحة العفنة تبعت الملابس القديمة المحجورة، هذه رائحة حشيشة القطط، وهذه التي يرغبها سبحان الله القط إيش الذكر. هذا كبرانش اوف فارماكوجنوزي. اما ديل وذ كيميكال، فالفاليريانا المحتوى الكيميائي تبعها غني بالمجموعات المختلفة. كالعادة اتفقنا انه طالما انا بحكي على اريدويد مونوتيربينويدز فاكيد راح ابدا بالاريدويد المونوتيربينويد، تمام؟ الإريدويد المونوتيربينويد عندنا الفالبورتريتس اللي هو الفاريانا إيبوكسي تراي سايكليتس، وعندنا كذلك من المونوتيربينز إريدويدز عندنا الأيزو فاليريت. إذن في عندي تو كومباوندز، واحد اسمه الفالبورتريتس والثاني اسمه الأيزو فاليريت، هدول التنين إريدويد مونوتيربينويدز. هلأ في داخل هذا النبات عندي برضو مونوتيربينويدز، لكن ينتمي للمجموعة الأولى اللي هي ريجولار مونوتيربينز اللي احنا سميناها إسينشال أويلز أو فولاتايل أويلز. وعندي الأيزوفاليريك كومباوند، وهذا المسؤول على السبيسيفيك أودر الموجود في الفاليريانا. إذن المونوتيربينويدز موجودة بالفاليريانا بقوة بكلا الفرعين ريجولر وإرريجولر، وأكيد رح أبدأ بالإرريجولر لما نيجي نكتب في الامتحان، ما ببدأ في الريجولر، ببدأ في الإرريجولر. ليش؟ لأنه هي المين كاركتر للمجموعة. لو كانت المونوتيربينويدز هي كان درسنا الفاليريانا في المجموعة الأولى،
مع الاسنشال اويلز. تمام، فمن نكون حريصين في موضوع الترتيب كما ذكرت في اللقاء السابق. طيب هذا ما يخص المونوتيربينولز. ايش في عندنا مواد اخرى؟ في عندي سيسكويتيربينز اللي هنشوفها ان شاء الله اللقاء القادم. سيسكويتيربينز عندي الفاليرينيك اسيد. اذا في السيسكويتيربين عندي حمض يسمى الفاليرينيك. ما بعد السيسكويتيربينز في عندي البايريدين والكافيك اسيد ديريفاتيفز. البايريدين الكالويدز، اذا عندي مجموعه من الالكالويدز وعندي مجموعه من الكافيك اسيد ديريفاتيفز. لاحظوا انتم كيف ذكرنا المجموعات. اول شيء بديت في الاريدويد، انتقلت للشق الاخر من المونوتيربينويدز اللي هو الفولاتايل اويدز، بعدين انتقلت للسيسكويتيربينز اللي هي ضمن دائره التيربينويدز فلها الاولويه في الذكر، بعدين طلعت خارج النطاق، النطاق اللي هو التيربينويدز، تكلمنا على الكافيك اسيد ديريفاتيفز وتكلمنا على الالكالويدز. واكيد في كل نبات كما اتفقنا سابقا انه يحتوي فطياته المينرالز ويحتوي فطياته الفيتامينز، ممكن ان تذكر وممكن ان لا تذكر. احنا عشان ندرس يعني من وجهة نظر اكاديمية ومن وجهة دراجز تحديدا، فبهمنا المواد الفعالة الرئيسية، بهمناش كثير احتوائها في المينرالز والفيتامينز كثير. اذا ديل وذ كيميكال خلصنا، ننتقل الى البرانش الاخر وهو البيولوجيكال. كما ذكرنا البيولوجيكال في عندي الاكشن، في عندي الافكت، انديكيشن، كونتر انديكيشن الى اخره، الى ان نصل الدراجز ان فارماسي. الاكشن في الفاليريانا، الفاليريانا بتشتغل ما يعرف على الجابا ريسبتورز. درست هذا الكلام في الفسيولوجي وشفته من اهم الاشياء اللي بيشتغل عليها الجابا او وظيفه الجابا هي عمليه الريجوليشن للكوميونيكيشن بتوين سيلز في البرين تحديدا، وكذلك انهبت او بتعمل ريدكشن للاكتيفيتي للنيرونز في السيلز. اذا بتوقع انه هذه الفاليريانا تعمل لي حاله من الهدوء. إذا بنديها للناس المتوترة مثلا، ناس مش عارفة تنام، ناس في عندها قلق. تمام، وحنميز بعد شوي في المعاني هذه. الفاليريانا بتشتغل، طالما بتشتغل على الجابا، الجابا برضو له دور في قصة البيهيفيرز، في السلوك الكوجنيشن وهو الإدراك، لها علاقة في البادي ريسبونس اوف ذا ستريس. قديش احنا بنتعرض لتوتر، كل واحد تجاوبه او تفاعله مع هذا الاسترس مختلف عن الاخر، صح ولا لا؟ احنا ان شاء الله في الترايتيربينز هيمر علينا نبات اسمه الجينسينج، وحنشتغل او حنشرح هذه القصة how to adapt to stress، وانه هذا مميز، وحنقارنه في حينه مع الفاليريانا، ما الفرق بينه وبين الفاليريانا. اذا طالما الخلاصة اللي بدي اياها في هذه الجزئية انه طالما الفاليريانا تعمل الاكشن تبعها على الجابا ريسبتورز، فكل ما يحمل الجابا من صفات ايجابية ام سلبية فمن المؤكد اني راح اشوفها وين؟ على الفاليريانا. تمام، وكل البريكوشنز على ادوية الجابا اكيد بدها تكون موجودة في عقار الفاليريانا. تمام، هذا ما يخص من الاكشن. اما الافكت، تأثير هذا النتيجة، تأثير هذا الاكشن، كيف بدي اشوفه على المتعاطي او اللي بيأخذ الفاليريانا؟ بنسميه ترانكلايزر. ترانكلايزر، ما معنى ترانكلايزر؟ معناه سكينة. وهنا انتبهوا معايا وياريت تسجلوا النقاط هاي. في عندي هيبنوتيك، في عندي سيداتيف،
في عندي ترانكلايزر، هيبنوتيك منوم، سيداتيف مهدئ، ترانكلايزر سكينة. شوفوا في فرق بين الكلمات وفي فرق بين الحالات. منوم مفهومة، أنا عندي عدم قدرة للنوم وبالتالي بدي أتعامل مع أحد المنومات، درست يمكن في الكيمستري تقسيمات هذه المنومات حسب المجموعات تبعت الباربيتوريكس، وفي عندنا منومات في حدود الأربع ساعات، في عندنا من 6 إلى 8، في عندنا من فوق 8 وهكذا. إذن هل الفاليريانا هيبنوتيك؟ لا. طب نيجي للسيداتيف، إن تعمل سيديشن اللي هو التهدئة التامة، تهدئة هذه ممكن إنه آخذ أنا سيداتيف دراجز زي الفاليوم على سبيل المثال ديازيبام، لكن لا أستطيع القيام بأي شيء. وبتلاحظوا في تنويه دائما على علب الأدوية السيداتيفز، عدم القيام بمهام، عدم ركوب السيارة، عدم عدم عدم. ليش؟ لأن هو بيكون شبه مخدر لا يستطيع القيام بعمل أي شيء. حالة التوتر الشديد، حالة ممكن الصراخ، حالة الفزع، حالة الهلع، الفاجعة، مفاجئة يصاب بها الإنسان، فيحتاج هنا إلى سيداتيف حتى يسكن ما يتحركش. لكن موضوع السكينة ترانكلايزر موضوع مختلف. أنا ممكن أكون في عندي مهام لكن بالي مشغول متوتر، توتري هذا بخليني ما أقوم بعملي، لكن أنا محتاج أن أقوم بعملي، فهنا محتاج إلى ترانكلايزر. بأخذ الترانكلايزر فبإمكاني أن أقوم بهذا العمل، بإمكاني أن أسوق السيارة، بإمكاني أن أعطي محاضرة، بإمكاني أعمل أي شيء. الآن حدة التوتر اللي جاياني من الإيفنت حدث ما سيطرت عليها. هلأ ما الفرق بينه وبين السيداتيف؟ في فرق كبير، وأكيد الإيفنت كبير. يعني واحد تعرض لفاجعة ما بدي له فاليريانا، مش حتجيب معه أجول ما هو يعني عشان يقوم بعمله، بس هي اسمها فاجعة. تمام؟ يعني لازم أنا أقيس الحدث، فاهمين علي؟ لازم أقيس الحدث، شيء مهم كثير هذا القياس. متى ألجأ لمنوم، متى ألجأ لسيداتيف، ومتى ألجأ لمين؟ لترانكلايزر. حلو؟ أديكم مثال هيك طبي شوية، نبعد عن الأمور النفسية. لما يكون في عنده الواحد ألم أسنان، تمام؟ ألم الأسنان متعب ومؤلم وممكن يعيقني من عمل محاضرة أو دراسة أو أي شيء، صح ولا لا؟ أنا ممكن الآن في هذه الحالة ألجأ لمين؟ للفاليريانا، فبتعمل لي السكينة هذه بحيث تخفف لي الآلام عن طريق الجابا ريسبتورز، وهي قلنا بتعمل إنهيبيشن للنيرونز، تمام؟ وإيش؟ بقوم ساعتها بدراستي وبقوم بعملي بقوم بكل شيء. ممكن تعيقني من قيادة السيارة، صح ولا لا؟ لكن هل بقدر أجي أتناول سيداتيف؟ حنا أو حتسكن هيك بدرجة أني لا أستطيع حتى التفكير. واضح؟ أعتقد واضح المثال. إذن في فرق بين كلمة ترانكلايزر، سيداتيف أو هيبنوتيك حسب هذا. حتى الريسبتورز هنشوفها مختلفة، في ريسبتورز الجابة دائما خفيفة غير ريسبتورز مثلا الدوبامين، غير السيروتونين، غير الأمور الأخرى اللي هتأثر وحنشوفها إن شاء الله لاحقا.
الآن ننتقل إلى الانديكيشن. الانديكيشن هو ترانكيلايزر حالات النيرفس مثلا سيتويشن، واحد معصب من موقف معين، واحد زعل وهيك ومتوتر كيف فلان يعني عصب علي كيف كذا، تحصل بعد الفاليريان كويسة. حالة الانسومنيا disorder in sleeping disorder، في بعض الأحيان بيحصل تنقل بين السفر مثلا، فرق التوقيت. احنا قريبا رح ننتقل الى في نهاية الأسبوع هذا مثلا الى التوقيت الشتوي، ففرق التوقيت هنا ممكن يعمل أول يومين ثلاثة disorder في sleeping عند بعض الناس، فهذا هذا ممكن الفاليريانة تحل لي هذا الديسوردر كتير كويس. تمام؟ طيب الدراج ان فارماسي عندنا الدواء المشهور، طبعا في اسماء كثيرة للفاليريانة منها الفاليريان، لكن منها ما هو بده انتباه هو الريلاكسين، وهذا الموجود عندنا في قطاع غزة. بدنا نفرق دائما بين الريلاكسين والريلاكسون لأنه قرب من بعض. الريلاكسون هذا للمسلز، بيعمل المسل ريلاكسنت، أما الريلاكسين هذا هو الفاليريانا ترانكيلايزر. تمام؟ في فرق بين الاثنين. الدرج الثاني اللي معنا اليوم هو درج مشهور في بلادنا ومهم والآن موسمه، هو الأولية يوروبيا. الأولية يوروبيا اللي هو الزيتون من الأولية سي فاميلي، وهذا العقار طبعا زي ما تعرفين البارت يوزد فيه هم الليفز والفروتس، ومن الفروت بتطلع منه الزيت. تمام؟ الزيتون من النباتات المقدسة، لما نقول sacred plants أو نباتات مقدسة معناته ورد ذكرها في الكتب المقدسة، ورد ذكرها في القرآن، ورد ذكرها في الإنجيل، ورد ذكرها في التوراة، في كل الكتب المقدسة ذكر الزيتون. ومش بس كده، هو كل الحضارات القديمة استخدمت وكتبت عن الزيتون. الأيورفيديك ميديسين كتبت مجلدات عن الزيتون، تشاينيز ميديسين كتبت كثير عن الزيتون، وطبعا الإسلاميك ميديسين أكيد هناك ذكر في القرآن الكريم في موارد عديدة، في 7 مرات ذكر الزيتون في القرآن. طبعا في أحاديث كثيرة أيضا ورد ذكرها عن الزيتون. إذن نحن أمام نبات ليس سهلا، مهما ذكرنا من كيميكالز وبيولوجيكال أكيد في أسرار عديدة لم تثبت بعد في هذا النبات. ننتقل إلى الفيتوكيميكالز. بدنا نقسم زي ما انتم شايفين برضو في السلايدات انه مقسمها في الليفز والأويلز، لانه في عندي مواد هنا ومواد هنا. في الكيميكالز الموجودة في الليفز في عندي إيريدويدز، بدأنا في الإيريدويدز مونوتيربينز، وعندي مادة مشهورة جدا 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 وهي اللي عليها دايما الحديث ودايما يعني تفسر اغلب البيولوجيكال اكتيفيتي بوجود هذه المادة، وهي الأوليروبين. الأوليروبين واحدة من أشهر هذه المواد الموجودة في أوراق تحديدا الزيتون. ترايتربينز، فلافونويدز، الهيدروكسي تيروسول، هذا مركب في غاية من الأهمية الهيدروكسي تيروسول، وبرضه له فوائد في البيولوجيكال اكتيفيتي كثيرة جدا.
اما ننتقل الى الاويلز فعندنا الاوليك اسيد، عندنا اسينشال فاتي اسيدز كثيره، ومن اشهرها ومن اهمها ومن اقواها طبعا هو الاوليك اسيد. ليش اشمعنى الاوليك اسيد يعني تحديدا يعني بنعمل عليه هيك تركيز؟ لانه هذا الاوليك اسيد له القدره الى الوصول الى الدماغ فورا دون وسيط، لا بده نواقل ولا بده ليفر ولا بده يدخل في السيركوليشن ولا ما يحتوي، فهو الاسرع دائما في الوصول. عشان هيك دائما بتلاحظوا انه زيت الزيتون دائما مشهور في او بدخل في كثير من وصفات البرين ديس اوردر والانتلكتواليتي والكوجنيشن وكل القضايا اللي لها علاقه بالذاكره والادراك، وهذا بتلاقي زيت الزيتون عنصر مهم جدا، وهذا ناتج لوجود مين؟ الأوليك أسيد. عندنا كذلك المجموعة الاسترويدز حنشوفها إن شاء الله قريبا، وهم مجموعات ما فوق 30 ذرة كربون و 40 ذرة كربون. هذه فيها بيتا سايتوستيرول على وجه التحديد، مركب كثير مشهور قوي جدا as anti-inflammatory agent، وإله خواص كثير في بيولوجيكال اكتيفيتي، في دراسات حتى عليه على الانتي كانسر بروبرتيز ايضا، بالاضافه الى وجود عدد من الفايتوستيرول زي ستيجماستيرول والكامبستيرول، وهدول اللي كنا نشوفهم في اللور بلانتس موجوده ايضا في الايفر جرين بلانتس اللي هو معنى الزيتون. التوكوفيرول موجود في زيت الزيتون، هذا الفيتامين اي، وهذا طبعا بيزيد ادد فاليو زي ما بنحكي لهذا المنتج. اذا سواء كانت الاوراق او الزيوت مليانه من الاكتيف انجريدينتس اللي بتخلي هذا المنتج كتير كويس. كذلك من المواد الموجودة في زيت الزيتون أو في الزيتون هو الفيرباكوسايد، فاكرين تكلمنا عنه في الديبلس كلاو، قلنا عنه نيرف تونيك وبرضو أنتي فلاماتوري ايجنت، هذا موجود الجرافيك الموجود عندكم الـ NMR بيأكد، شايفين البيكس تبعته قديش في عنا هيدوكسي تايريسول والتايريسول وفيرباكوسايد روتين، قلنا فيها النفلابونويد لوتيولين برضو من الفلابونويد وأوليو روبين. إذن في عنا كمان مسلينيك أسيد، مسلينيك أسيد جاية مسلينيك جاية من كلمة مسلين، مسلين يعني زيتون، يعني وكأنه بنقول الحمض الزيتوني، تمام؟ وهذا ترايتربين استراكشر، وهذا انتي انفلاماتوري ايجنت كتير قوي. بتلاحظوا انه قوة الزيتون بكم من الترايتربينز موجودة طبعا، بالاضافة للإيريدويدز، بالاضافة للإسينشال اويز الموجودة فيه، وهدول كلهم بدعموا الانتي انفلاماتوري ايجنتس الموجودة بقوة. البيتا سايتوستيرول كذلك حكينا عنها. الأوليانوليك والأرسوليك أسيد مهم جدا هذا الموضوع، وهنا بدنا نتطرق لإعجاز في شجرة الزيتون وقيمة لشجرة الزيتون الموجودة في بلادنا. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نورك كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية، ما معنى هذا الكلام؟ باختصار شديد خلينا تخيلوا معايا شجرة خريطة العالم، تمام؟ احنا بنعرف انه الزيتون
وين مين أشهر البلاد تبعته؟ بلاد بنسميها حوض البحر الأبيض المتوسط، صح؟ وعشان هيك سمي أولية يوروبيا. بالمناسبة كلمة يوروبيا هي ناتجة لأنه أغلب البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط هي بلاد إيش؟ أوروبية، صح؟ فلسطين تطل على البحر الأبيض المتوسط أيضا، صح؟ طيب تعالي نشوف، لا شرقية ولا غربية. شرق طلعوا كويس على منطقة البحر الأبيض المتوسط. إيش في عنا بالشرق من بلاد أوروبية؟ عنا اليونان، واليونان تصدر زيت، ولديها من أشجار الزيتون ما لديها، يعني غنية جدا، ويعني دائما يضرب بها المثل، الزيت اليوناني وأوراق الشجر أو شجر الزيتون اليوناني. ولا غربية، مين من البلاد أيضا الغربية، أوروبا الغربية، مشهورة جدا في صناعة زيت الزيتون وتصدر، وموجود عندنا حتى في قطاع غزة زيتهم، اللي هم إسبانيا، تمام؟ طيب لما نيجي نرجع للنص القرآني، شجرة مباركة، تمام؟ زيتونة، إذا بنحكي عن الزيتون، لا شرقية ولا غربية، يعني الشجرة هاي المباركة لا هي في الشرق، يعني مش يونانية الأصل، ولا غربية، هي مين؟ هي إسبانية الأصل. طلعوا على الخريطة كويس، مين بيقع بالمنتصف ما بين اليونان وإسبانيا في دول البحر الأبيض المتوسط؟ تقع فلسطين. شجرة المباركة، وكلمة مباركة لمن تلفظ؟ الأرض المباركة، صح؟ إذا تعال نترجم هذا الكلام كيميائيا مش بس لغويا. تبين أن الصنف اليوناني به مادة الأوليانوليك أسيد الموضحة بالستركشر أمامكم فقط، أما الصنف اليوناني، أما الصنف الإسباني في مادة نسميها الأرسوليك أسيد. بالمناسبة الأوليانوليك والأرسوليك التشابه الستركشر فيهم كبير جدا، تمام؟ الفرق بس في سي او اتش محل في الترابط في السايكل، خلينا نقول A B C D ما بين D والE العلويين، يعني تمام، هذا الفرق بين الأرسوليك والأوليانوليك. إذا في اليونان بلاقي أوليانوليك، في إسبانيا بلاقي الأرسوليك، طب في فلسطين، عينة فلسطين إيش بلاقي فيها؟ أوليانوليك ولا أرسوليك؟ بوث، كلاهما. إذا هذا بيزيد قيمة للمنتج الفلسطيني. تعال شوف رأي الناس اللي بتعرفش كيمستري، بيقول لك زيت اليوناني ضعيف أو خفيف، وكذلك الإسباني، بيقول لك هذا في نكهة وهذا في نكهة، وتبعنا في نكهة مختلفة عن الثلاثة، وهذا فعليا صحيح ومترجم كيميائيا صحيح. هلا مش بس هيك، درجات التزنخ اللي بنسميها الرانسيديتي اوف ذا اويل في الاسباني وفي اليوناني تتم بسرعة، بينما في الزيت الموجود في بلادنا درجة الرانسيديتي تبعته شوية ايش؟ اعلى، يعني هو يتحمل درجات حرارة اعلى، تمام؟ اذا احنا امام الحمد لله امام صنف رائع جدا من الاصناف المباركة، والحمد لله هذا موجود ضمن نباتات بلادنا. ننتقل الى البيولوجيكال اكتيفيتي. كالعادة ضمن التأثيرات والإفكت الموجود عندنا برضو بدنا نقسم الليفز والأويل. الليف أنتي فلاماتوري، أكيد دائما ببدأ بأنتي فلاماتوري دائما، ليش؟ لأنه أنا في النهاية أنا بحكي على مونوتيربينويد،
على الريجولار مونوتيربينويز اللي هي عنوانها الانتي انفلاماتوري. وزي ما شفنا اغلب التركيبات الموجوده هي تحمل صفه الانتي انفلاماتوري ايجنت من ترايتربينز والايونيك اورسوليك وهكذا. نيرو بروتكتيف مين مسؤول عنه؟ يلا شو مين مسؤول عنه بالضبط؟ الفيرباكوسايد. هذا صحيح، احنا حكينا عنه في الديفلس كلاب، شفتوا كيف اجينا هنا كمان. اذا بتوقع يجينا من اسئله الكومنت ليش الاوليف ليفز نيرو بروتكتيف. وممكن يجي سؤال تاني بقول لك ما وجه السيميلاريتي التشابه بين الاوليف ليفز والديفلس كلاب، انه كلاهما ايش؟ نيرو بروتكتيف. ليش؟ لانه كلاهما فيه الفيرباكوسايد. بدنا نكون صحيين، مش اذا قلبت الصفحه راح. تمام. طيب سباسموليتيك، نعرف هذا الكلام كثير بالتراديشنال ميديسن خاصه عند الاطفال، والاطفال حديثي الولاده يمكن كمان بشكل اكثر او سنتين ثلاثه، لما يتعرضوا لمغص، لما يتعرضوا لبرد، لما يتعرضوا لامور زي هيك، ايش بيقولوا لهم؟ دهنوا بطنهم بزيت الزيتون. هذا حنقدر نديله مثلا انتي سباستيك من نديهم للكبار، سباسمين ولا سكوبوتيل؟ لا طبعا صعب، عمره سنتين ولا عمره سنه، ايش تديه؟ فبيقولوا له دهن منطقه السره او منطقه البطن بايش؟ زيت الزيتون، بروح المغص سباسموليتيك. تمام. طيب انتي ميكروبيان طبعا قوي جدا، بيعمل ريدكشن للكوليسترول ليفل، بيعمل كنترولينج للبلد بريشر، بيعمل كنترولينج للبلد شوجر ليفل، بيعمل ريدكشن لمين؟ للترايجليسرايد. هذا معناته كله ايش؟ خاصة قصة الترايجليسرايد وقصة البلد شوجر وين بتوصلنا؟ انه انكريزينج لمين؟ للانسولين سنسيتيفيتي. للانسولين سنسيتيفيتي ما معنى ذلك؟ كل ما ارتفعت السنسيتيبيليتي للانسولين، انا منعت ما يعرف بالانسولين ريزيستنس اللي هي مقاومة الانسولين. اذا كان عندي مقاومة انسولين مشكلة، وظائف الجسم تعطلت، بصير في اكوموليشن اوف فاتس، الفاتس بدها تتحول ترايجليسرايد، ترايجليسرايد بعلى. طب هذا كيف بوطي الترايجليسرايد؟ بروح بمنع البروسيسنج هذا. اذا كومنت، ليش الاوليف ليف بيعمل ريدكشن للترايجليسرايد ليفل؟ اجابتنا اولا بدها تكون كيمستري، بدنا نشوف مين هم المواد هم الاسينشال الاوليروبين تحديدا والاسينشال اويلز الموجوده، الفاتي اسيدز يعني موجوده في كلا الطرفين، وايش اللي بتؤدي ل انكريزنج لمين؟ للانسولين سنسيتيفيتي. هاي كاتبينها هنا امبروفد انسولين سنسيتيفيتي مكتوبه، والاوليروبينز برضه في دراسات بتقول ان هو بروتكتيف للانتي كانسر بروبرتيز. الاويل انتي انفلاماتوري ايجنت، ما هو كل الفاتي اسيدز قلنا لما نسمع فاتي اسيدز ذكرناها في البوليكيتايد في اول لقاء، عندي اربع صفات من ضمنهم انتي انفلاماتوري، انتي اوكسيدان، قلنا فات بيرنر وانهانسينج اميون سيستم. اذا انتي انفلاماتوري، بوست اميون سيستم، فات بيرنر، انتي اوكسيدان، شايفين الاربعه هذول لازم اول اربعه نذكرهم. هذول صفات مين؟ الفاتي اسيدز، ممنوع انسى واحد فيهم. بعدين نيجي اللي هي الكونسيكوانسز، توابع هذا الموضوع بناء عليه ايش بده يصير. بناء عليه بيعمل لي بريفنشن للهارت اتاك طبعا، لانه مش احنا بندي الاوميجا 3 لهذا الموضوع. تمام. تو بريفنت كونستيبيشن. تمام. الهاي كوليسترول زي موضوع الليبس،
في موضوع الكونستيبيشن مشهورة أساسا، وصفة زيت الزيتون كثير مشهورة. أغلب الناس لما يصير عندهم كونستيبيشن بيقول لك اشرب زيت، صح ولا لا؟ تمام. الهيدروكسي تايريسول قلنا هذا لحاله منظومة، هذا بيشتغل على الليبيدز، بيعمل ريدكشن للتريجليسرايد، يكون بينكريز قلنا الانسولين سنسيتيفيتي. اذا ليش الاوليف ليفز مهم في موضوع السكر؟ اي سؤال يتعلق في تريجليسرايد، سكر، انسولين، على طول الهيدروكسي تايريسول زي ما حكينا، طبعا بالاضافه للاولويروبين والفاتي اسيدز الموجوده او الترايتربينز الموجوده. تمام. البوليفينولز، الاوليوروبين اساسا في عدد كبير من هيدروكسيليك جروبس، فعند البوليفينولز انتوا عارفين هذه انتي اوكسيدنتس بروبرتيز عاليه جدا، واكيد بدها تلعب دور كبير جدا في هذا الموضوع. الاوليوروبين بالمناسبه له قدره برضه لارتباط بالاوزيز، فبيخليه رابيد ان اكشن قلنا، وايش مور سولوبل. السايد افكت ما في، ممكن نحكي الا اذا حدا عنده اليرجي من هذا زيت الزيتون قد تصدق. هو سيف بشكل عام، يعني ما في عندنا مشكله. اذا في مشكله قد تكون في قصه السعرات او الابيوز او المسيوز، وهي اسمها ابيوز ومسيوز، يعني هي لا تخضع في النورمال دوزز انه في او ثيرابيوتيكال دوزز انه يصير في عندي مشاكل في زيت الزيتون او في اوراق الزيتون كذلك. كونترا انديكيشن، في كونترا انديكيشن هنا بدنا نصحى شويه. في بعض الاحيان، هو على فكره زيت الزيتون رائع جدا جدا في موضوع الكولوريتيك زي الديفلز كلاب، وبيساعد البايل في الشغل تبعها، لكن في لكن هنا، في بعض الأحيان بكون عندي ستون حصوة. وين؟ في المرارة. وين جاية هذه الحصوة؟ جاية في الدكت. إيش يعني الدكت؟ اللي هو اللي بربط الليفر مع مين؟ مع البايل. هذا موقع حساس جدا. فعد إذا أنا أخذت زيت الزيتون عشان يطلع هذه الحصوة، بخاف تتحرك وتروح مسكرة مين؟ هذا الممر، خاصة لو كانت من الحصاوي الميدل سايز أو بيج سايز. فإذا سكرت هذا المكان، على طول بتلاقي خلال ساعات جاونتنس، صار عندي صفار، يلو آيز، صار عندي يلو بيجمنتيشن، صار عندي بين في الليفر، صار عندي قد يكون تصل إلى سويلينج ليفر. تمام. وبالتالي مشكلة كبيرة جدا. اذا يعتبر كونترا انديكيشن في حالات وجود مين؟ الستونز في البايل. هيك بنكون خلصنا مجموعة الدراجز في المونوتيربينويدز. في الارجولار مونوتيربينويدز ذكرنا الديفلز كلاو كمحاضرة تفصيلية. بنفس الروح، بنفس الطريقة، بدي اياكم تدرسوا الفاليريانا والأوليفز، وكذلك باقي أكيد الدراجز اللي حيتمر علينا في المنهج. وإن شاء الله اللقاء القادم نبدأ في 15 ذرة كربون اللي هم السيسكويتربينز. حتى ذلك الحين أتمنى لكم كل التوفيق والتميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.